بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض شافني وانا قاعد اطبق بعض التدريبات على الاهداف وقال شنو الهدف اللي قاعد تضربه بالضبط الشخص. راح اشرح طريقة اماكن ضرب الشخص، يعني شلون استخدم العصا. طبعا العصا لازم تستخدمها بقوة، العصا مو بس اني اطق، العصا عارف تستخدمها مع حوض، فلما نقليها بالعصا اطق اقصى قوة، اقصى قوة. انا قاعد استخدم العصا، قاعد استخدم العصا على اساس راح تشوف احتمالات. يعني عشان تسلك استخدمها اني اضرب الشخص، وين اضرب انا؟ انا محتاج اني اضرب الشخص، اضربه لازم على ايدي. انا عندي الاجزاءات، عندي ايده من برا مكتوب او تكون ايده من داخل اذا اطق. لما ايده بقدر اطق بقوه اطق ايده، لان انا ما اقدر اطق على جسم هو يطعني، وهذه مشكله. انا محتاج اني اطق على ايدي. شيء ثاني لما يكون انا معاه التحام، اذا التحمت معاه ودخلت معاه انا ممكن استخدم العصا القريب من هني، انا ممكن استخدم هذه العصا القريب. ممكن كذلك هو يدافع عني عني فيها هو خليل العصا كخلي اخنقل. انا ممكن استخدمها حق عده اشياء من قريب، ممكن حتى لو يمسك ايدي مني اضرب بركبي، اضرب براسي، كذلك اضرب بيدي مني. وايد اشياء ممكن اسويها بالعصا، حتى لو يسوي مقابل هني، انا عندي عصا انزل ايده. وايد اشياء ممكن اسويها باستخدام العصا. الله يعطيكم العافيه.